الصحية. دوري كنشكر السيد المدير الإقليمي على العرض كامل اللي كيهم الدخول الدراسي وما فاتتها الدخول الدراسي. فلقيتها لأنه هو الشغل الشاغل ديال واحد العدد كبير ديال المواطنين اللي حاضر المجال القروي، خاصة المجال القروي. فالسيد المدير كان نتمنوا تدخل الكلمة ديالك جات بأنه باش نقدموا جميع المساعدات للتلاميذ والطلبة اللي كيتجاوزوا 16 سنة باش يبقاو في المدرسة، وهادو خصهم يكونوا إشارات قوية خاصة بالعالم القروي اللي كيعاني من هذا المشكل ديال بزاف ديال هذا المدرسة. اللي بغيت نقول للسيد المدير الإقليمي هو أنه أكثر أغلب المشاكل في الكويت كتواجه بالعالم القروي والجماعات القروية، لهذا كندعو باش نخلق واحد الجزء ديال التواصل مع الجماعات القروية اللي ما غاديش تعدى الشهر الأول أو 20 يوم ديال 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 بداية الدخول المدرسي، لأن أغلب المشاكل كتكون في العالم القروي، واللي التسكن ديالي غادي يجي بخصوص القضية اللي كتطرج اليوم، أنه في إطار ملء الفراغ ديال الأساتذة أنه ما كاينش العدد الكافي اللي غادي يملأ المناصب الشاغرة على الأساتذة، وما يتداول أنه الأساتذة اللي غادي يلتحقوا بهذه الثانويات وهذه الإعداديات ما غادي يكونوا مولودين حتى تقريبا حتى شهر 4 أو شهر 5. بينا إما تفند لنا هذه الفكرة هذه المشكلة هذا أو إما تنفيه أو إما تقول لنا الحلول ديالكم في هذا الاتجاه، لأن بزاف الثانويات وبزاف الإعداديات كيتخوفوا منهم بعض التلاميذ، لأن هذه تروج هذه الفكرة هذه بأنه كيقول لي هذه الثانوية غادي نشوفوا بها الأساتذة اللي غادي نشوفوا بها. لهذا كنتمناو شي جواب لينا الأدوات الأولية للتلاميذ والطلبة، وشكرا. بالنسبه للمساله ديال تدبير الموارد البشريه، فنبغي نطمئن يعني الامهات والاباء بالنسبه للمؤسسه التعليميه. عندنا جوج ديال الاكراهات ديال الدخول المدرسي، عندنا الاكراه ديال السيدات والاساتذه المشاركين في الاحصاء اللي ان شاء الله غادي ندبروا تقريبا 330 استاذ اللي مشاركه غادي ندبروا، وكاين كذلك مجموعه من الاساتذه اللي غادي يلتحقوا بالمديريه ماشي في شهر 4 ولكن في شهر 12 يعني في ديسمبر، يعني الاساتذه اللي عاد غيتخرجوا وغادي يكونوا عندنا في ديسمبر، ولكن هذا لا يمنع بانه ان شاء الله في اطار تكافؤ الفرص غادي ندبروا يعني الدخول المدرسي للاساتذه المتوفرين. الان نحن على ابواب اجراء الحركه داخل الجامعه، ومن موراها مباشره غادي نمشيو للمرحله ديال يعني تدبير فريق الخصص باش نغطيو جميع الخصص ان شاء الله اللي كاين بالاقليم. نبغي بهذه المناسبه سيد العمل ان نشكركم يعني بالدعم ديالكم، يعني صراحه يعني الحمد لله دعم كبير ودعم غير مشروط. المجهود اللي تبدل السنه الماضيه في بناء مجموعه من دور الطالبه واللي شرفتوا السيد عبد المشكل شخصيا التدشين ديالها، مجهود كذلك اللي مبذول في يعني في بزاف ديال الاوراش في النقل المدرسي في بزاف ديال يعني ديال 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 ديال, ديال الاوراش. ونشكر كذلك يعني المجلس الاقليمي والجامعات الترابيه، وان شاء الله يعني الطموح ديال المديريه هو ان نزيدوا نقويوا هذه الشراكه يعني مع المجلس الاقليمي، ونقوي كذلك الشراكه مع الجامعه الترابيه باش نحاولوا ما امكن نستافدوا جميع الموارد الماليه اللي ممكن انها يعني تعطي يعني هذا الرونق وارتقي بطبيعه الحال بالفضاءات ديال المؤسسه التعليميه. شكرا جزيلا لكم.